والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، صوت واضح يا أولاد؟ صوت واضح كده ولا مش واضح؟ معايا مكالمة بس، معلش. صوت الحين واضح؟ واضح يا أستاذ، واضح أستاذ. ماشي حبايبي، النهاردة بقى هناخد نص كمان أبو تمام، نخلصه النهاردة ونحل عليه الأسئلة زي ما احنا عارفين كده من مذاكرة البيان في النصوص الأدبية المتحررة، وبعدين في نص كمان أخير نخليه شوية لغاية ما نخلص النحو والإملاء ونرجع له تاني. ماشي، احنا كده ماشيين حلو الحمد لله. النهارده الدرس لو خلص يعتبر كده خلصنا المنهج. يبقى النهارده كده خلص أبو تمام، ونحل عليه أسئلة امتحانات، والحصة الجاية إن شاء الله بعدها ناخد النحو ونحاول نخلص النحو، شوف كام يوم كده والإملاء، ونرجع تاني ناخد درس النصوص، وبعدين نحل امتحانات من كتاب الامتحانات الشاملة. في احنا عاملين يا ولاد سلسلة البيان في الاختبارات الشاملة، انا هوريك له غلاف ماله اهو عشان احنا هنشتغل منه ان شاء الله، بعد ما نخلص الشرح بتاع الكتاب الشرح. تمام، وهجيب لكم معلمين في جميع المواد يحلوا لكم الاختبارات ديت كمان. انا عن نفسي هحل لكم العربي والاسلامية معا. شايفين الغلاف؟ شايفين الكتاب؟ استاذ شايف ده اسمه ايه بقى؟ البيان، الاختبارات، في الاختبارات الشاملة. تمام، ده بيان في اختبارات الشاملة والإجابات النموذجية الصف التاسع الفصل الدراسي الأول في جميع المواد يا أولاد، عربي وإسلامية ودراسات ورياضيات وكيمياء وفيزياء وأحياء ولغة إنجليزية. يعني 8 مواد في كتاب واحد بسعر كتاب واحد 3.5 ريال. كل مادة فيها 5 اختبارات ومعاها نماذج الإجابة. كل مادة فيها 5 اختبارات شاملة حديثة، كلها اختبارات حديثة بتاعت العام الماضي، الدور الأول والدور الثاني. تمام، من مختلف المحافظات، كل مادة 5، والخمسة دول كلها اختبارات حديثة وموافقة للوثيقة بتاعت التقويم الأخير. ماشي حبايبي؟ هنحل منه بعد ما نخلص كتاب الايه، كتاب الشرح. نبدا بقى بالشرح. عندنا شاعر عظيم جدا سوري اسمه نزار قباني، مشهور قوي بحاجتين، او الشعر السياسي والغزل. تمام، الشعر السياسي والغزل. نزار قباني، اسمه نزار بن توفيق قباني، من أشهر شعراء العصر الحديث. ولد في دمشق، طبعا عاصمة سوريا، عام 1923، وتخرج في كلية الحقوق بالجامعة السورية، واشتغل في السلك الدبلوماسي، كان سفير، وبعدين كتب كده قصيدة كده كلهم معظمهم يعني عملوا احتجاج عليه واتفصل من منصبه السياسي. يعني كان له كده قصيدة سياسية ودخل فيها أبيات غزل صريح شوية، فقالوا إن هو يعني الشاعر ده أو الكلام ده ما يصحش إن هو يقوله واحد في السلك الدبلوماسي. له دواوين شعرية كثيرة جدا، قرابة 35 ديوان، وتوفي عام 1998 ميلادي. له قصائد جميلة قوي، حتى يعني نجاة الصغير المغنية المشهورة وعبد الحليم حافظ غنوا معظم أغانيه، وشاعر المغني العراقي اسمه له برضو أغاني جميلة جدا من تأليف شاعر نزار قباني. في حاجة يا أولاد بقى اسمها الشعر العمودي، في حاجة اسمها الشعر التفعيلة أو الشعر الحر زي ما احنا شايفين كده. هذه القصيدة
من الشعر الحر أو شعر التفعيلة، نسميه الشعر الحر أو الشعر التفعيلة، وهو يعني ظهر متأثرا بالأدب البريطاني أو الأدب الإنجليزي بصفة خاصة، تمام. والشعر الحر ده مناسب للعصر الحديث والتعبير عن المشاكل الحياتية، وأعطى مجالا فسيحا للحرية، أعطى للشعراء الحرية في مجال الإيه؟ مجال القول. أما القصائد بقى اللي احنا درسناها سابقا زي قصيدة يا سماء أو لوحة الزمن للمتنبي أو قصيدة بتاعت الرثاء للتهامي، هذه كلها بنسميها الشعر العمودي. الشعر العمودي يقوم على وحدة الوزن والقافية، تكون القافية موحدة إلى نهاية الإيه؟ نهاية القصيدة. أما هذا أولاد ده بنسميها سطر شعري، يعني من أول أبا تمام كده لغاية دورتهم، مش هنسميه بيت بقى، بنسميه سطر شعري. وتلاقي هنا مفيش قافية يا أولاد موحدة، نشوف دورته القاموس الحضر زركته، مفيش هنا قافية لأنه بيقومش على القافية، يقوم على وحدة التفعيلة. وبيستخدم لغة الحياة الدارجة السهلة، وأحيانا يميل إلى استخدام الرمز. يميل إلى استخدام إيه يا أولاد؟ استخدام الرمز. الرمز يعني إيه؟ الرمز يعني كلمة تعبر عن مدلول يريده الشاعر، ده اسمه إيه يا أولاد؟ اسمه الرمز، تمام؟ تمام يا شيخ. أيوة. القصيدة اسمها أبا تمام أين تكون؟ وأبو تمام ده شاعر في العصر العباسي اسمه أبو تمام، وابنه الكبير اسمه تمام، وكنيته أبو تمام، لكن اسمه حبيب ابن أوس الطائي. ومن الشعراء العظماء، واشتهر يعني شوية كده بشعر المدح والوصف وأحيانا الهجاء، وامتاز بأنه يعني له أسلوب رصين وقوي ويهتم بالمعاني الشعرية. فالمناسبة بقى بتاعت هذه القصيدة إن هم عملوا كده زي احتفالية أو مؤتمر، ودعي إليه نزار قباني فقال هذه القصيدة. مين يقرأ جو النص كده؟ اقرأ يوسف كده جو النص. سار الشعراء. صار الشعراء العرب عدة قرون على الشعر العمودي الذي يعتمد على وحدة الوزن والقافية، الوزن، إلى أن الوزن والقافية، إلى أن مظاهر مظاهر التجديد. التجديد كانت تبرز في مضمون الشعر وشكله، مع النزعة الطبيعية نحو بناء نحو القصيدة، التطور، نحو التطور نحو التنزيه. التطور والاتصال بالثقافات الأخرى، ظهر الشعر تفعيلة أو أو الشعر. الشعر الحر، هو تغيير كبير في بناء القصيدة من حيث الوزن والقافية، وقد بدأت بوادر ظهوره في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدى الشاعرين العراقيين، الشاعرين العراقيين الشاعرين العراقيين بدر شاكر السياب ونازك ونازك الملائكة. نازك الملائكة الملائكة. دول، أيوة دول أول من كتبوا في الشعر الحر، أول قصيدة ألفتها نازك الملائكة قصيدة اسمها الكوليرا، وبعد كده بدر شاكر السياب، وبعد كده بقى يعني جاء الكثير من الإيه من الشعراء. إلى الآن يعني وجه نقد إلى الشعر الإيه يا أولاد؟ الشعر الحر، تمام، لأن يعني إحنا اتعودنا شوية على الشعر الإيه؟ الشعر العمودي. وبعدين يعني الشعر الحر أغلبه يعني فيه غموض شوية، مما جعل الكثير من الناس لا يفهمون الشعر الحر خاصة يعني، تمام. يتميز الشعر التفعيلي عن العمود، هو لا يلتزم بالقافية الموحدة، لا يلتزم بعدد معين من التفعيلات في البيت الواحد، يميل إلى استخدام الرمز، يهتم بالصورة الشعرية، الخيال، الألفاظ الموحية، لغته بتكون سهلة في استخدام الألفاظ والتراكيب. يحفظ الطالب الأسطر السبعة الأولى، الأسطر مش بقى الأبيات، تمام؟ أيوه يعني الجزء ده كده حفظ وإن شاء الله نحفظه.
طبعا مش هيجي في الامتحان بقى هذه القصيدة، لا، ممكن في الامتحان النهائي يجي لك أي قصيدة من الشعر الحر لأي شاعر، نزار مثلا، ما نزار، أي واحد تاني عادي، تمام، له قصائد في الشعر الإيه، الشعر الحر، مثلا فاروق جويدة، فاروق شوشة، في هنا شعراء عمانيين كثر، تمام، ممكن يجي منهم، أو ممكن تيجي قصيدة لنزار قباني غير هذه القصيدة، ممكن تيجي قصيدة لنزار قباني في الامتحان النهائي غير هذه القصيدة، لكن اللي أنت مطالب بيه إنك أنت تعرف إيه؟ تعرف مين هو الشاعر ده؟ اسمه إيه؟ اسمه نزار قباني، تعرف إيه الفرق بين الشعر العمودي والشعر الحر؟ إيه أهم صفات الشعر الحر أو الشعر التفعيلة؟ لازم هذه الأمور أنت إيه تعرف. أو يتميز الشعر التفعيلة عن العمودي بعدم التزام قافية واحدة أو عدد معين من التفعيلات في البيت الواحد، استخدام الرمز، الاهتمام بالصورة الشعرية والخيال، الألفاظ الموحية، اللغة بتكون سهلة في الألفاظ والتركيب. ده بس كله اللي أنا عايزه منك النهاردة، بالإضافة إن أنت تحفظ الجزء ده عشان عليه درجتين، سؤال الحفظ عليه درجتين، في الامتحان يقول لك: أبا تمام أين تكون؟ أين حديثك العطر؟ اكتب السطور المتبقية. تمام، يبقى أنت حافظ الجزء ده. قول: أبا تمام أين تكون؟ أين حديثك العطر؟ وأين يد مغامرة تسافر في مجاهيل وتبتكر؟ أبا تمام، أرملة قصائدنا، وأرملة كتابتنا، وأرملة هي الألفاظ والصور. فلا ماء يسيل على دفاترنا، ولا ريح تهب على مراكبنا، ولا شمس ولا قمر. أبا تمام دار الشعر دورته، أبا تمام دار الشعر دورته، وثار اللفظ والقاموس، ثار البدو والحضر، ومل البحر زرقته، ومل جذوعه الشجر، ونحن هنا كأهل الكهف لا علم ولا خبر. أبا تمام لا تقرأ قصائدنا، فكل قصورنا ورق، وكل دموعنا حجر. أبا تمام إن الشعر في أعماقه سفر، وإبحار إلى الآتي، وكشف ليس ينتظر، ولكن جعلنا منه شيئا يشبه الزفة، وإيقاعا نحاسيا يدق كأنه القدر. أمير الحرف سامحنا، فقد خن جميعا مهنة الحرف، وأرهقناه بالتشطير والتربيع والتخميس والوصف. أبا تمام إن النار تأكلنا، وما زلنا نجادل بعضنا بعضا عن المصروف والممنوع من صرف. أبا تمام إن الناس بالكلمات قد كفروا، وبالشعراء قد كفروا، لماذا الشعر حين يشيخ لا يستل سكينا وينتهي؟ مين يقرأ المقطع الأول تحليل الأبيات؟ مين يقرأ؟ يلا. أبا تمام من أين تكون؟ أين حديثك العطر؟ وأين يد مغامرة تسافر في في مجاهل وتبتكر؟ مجاهيل وتبتكر. أبا تمام أرمله قصائد أرملة قصائدنا، أرملة قصائدنا، وأرملة كتابتنا، وأرملة هي ألفاظ وصور. فلا ماء يسيل على دفاترنا، ولا ريح تهب على مراكبنا، ولا شمس ولا قمر. أبا تمام دار الشعر دورته، دار الشعر دورته، دار الشعر دورته. أبا تمام وثار اللفظ والقاموس، ثار البدو والحضر، ومل البحر زرقته، ومل
ومل جذوعه الشجر ونحن هنا كأهل الكهف ولا علم ولا خبر هباء تمام لا تقرى قصائدنا فكل قصورنا ورق وكل دموعنا حجر. شكرا يا جميل. شكرا يا بيه. شكرا. تمام. شاعر بقى يا أولاد بيقول أبا تمام. أبا تمام ليه ما قالش أبو تمام؟ لأنه هنا بينادي على الشاعر أبا تمام، فهنا أصل الكلام يا أبا تمام. بس يا أولاد يعني أبا تمام ده أسلوب نداء، حذفت الأداة. واضح؟ أصله يا أبا تمام. وقلنا أبو تمام اللي هو الشاعر العباسي المعروف، صح كده؟ الشاعر العباسي المعروف. لكن ممكن يرمز الشاعر، احنا قلنا بقى استخدام الرمز هنا يرمز الشاعر بأبي تمام إلى الشعراء المجيدين، يعني هو لا يقصد أبا تمام فقط، وإنما يقصد الشعراء المجيدين العباسيين في العصر العباسي، خاصة العصر العباسي الأول زي أبو تمام والبحتري وابن الرومي والمتنبي وبشار وغيرهم وابو نواس، وهؤلاء من فحول الشعراء من كبار الشعراء. تمام؟ فهو عايز يوصل معلومة او يقول ان فينك يا ابو تمام، فينك يا بحتري، فينك يا متنبي، تعال الحقنا شوف الشعراء الحداثة كتبهم ايه. تمام؟ شوف الشعراء والقصائد بقى اغلبها الحزن، عم عليها الحزن والتشاؤم. قل أين تكون؟ أنت فين أنت؟ تعال الحقنا. أين حديثك العطر؟ أين كلامك الجميل؟ وأين يد مغامرة تسافر في مجاهيل؟ المجاهيل يعني المجهول، يعني الشيء غير معروف. وتبتكر يعني تأتي بجديد. يقول فين اليد المغامرة؟ فين بقى الموهبة العظيمة بقى؟ والشعراء الأفذاذ الذين كانوا يكتبون القصائد العظيمة التي حفرت في عقولنا وصدورنا إلى الآن. تمام؟ أين السحر في الشعر؟ أين الموهبة؟ أين يد مغامرة تسافر في مجاهيل وتبتكر، أي تبتكر من الصور والأخيلة وغير ذلك. أبا تمام أرملة قصائدنا. الأرملة يا أولاد هي المرأة التي فقدت زوجها، يعني المرأة اللي توفى زوجها نقول عليها أرملة، زي ما الطفل الذي يفقد أحد أبويه نقول عليه اليتيم. تمام؟ أقول القصائد بتاعتنا بقت أرملة. أشوف بقى الرمز يا أولاد، استخدم الرمز هنا إزاي. أرملة هنا توحي بإيه يا أولاد؟ توحي بغلبة التشاؤم ومسحة الحزن على قصائد الشعراء المعاصرين المحدثين. وأرملة كتابتنا، حتى الكتابة بتاعتنا سواء بقى نكتب مسرحية ولا رواية ولا قصة قصيرة ولا كتاب ولا شيء كده، تلاقي برضو يعني الكتابة يعني يغلب عليها التشاؤم والحزن كأنها امرأة أرملة. وأرملة هي الألفاظ والصور، فلا ماء يسيل على دفاترنا. لاحظ بقى تكرار الشاعر لكلمة أرملة. شوف أرملة 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 هنا علشان يقول إن قصائدنا وكتابتنا وألفاظنا وصورنا غلبت عليها، غلب عليها طابع الحزن والتشاؤم، طابع الحزن والإيه والتشاؤم. وأرملة هي الألفاظ والصور. الألفاظ هي الكلمات، والصور يعني الأخيلة، صور يعني مثلا التشبيه. تمام؟ أيوة. التراكيب اللي فيها تصوير وخيال، هذا اسمها الصور. فلا ماء يسيل على دفاترنا، أيوة لا ماء يسيل على دفاترنا، ولا ريح تهب على مراكبنا، ولا شمس ولا قمر. ركز معايا بقى في تكرار له، لا ماء لا ريح لا شمس لا قمر، يعني ما فيش روح في القصائد، ما فيش فائدة، ما فيش كده ألفاظ جميلة أو ألفاظ جزلة، فيش فيها كده صور كده تجذب السامعين أو القارئين. كأن بحر لا ماء، كأن سفينة تهب بلا ريح، ولا يكون في شمس ولا قمر، يعني ما فيش طعم، ما فيش لون، ما فيش رائحة
في هذه الأشعار. ثم ينادي الشاعر أيضا أبا تمام: دار الشعر دورته، دار الشعر دورته، ثار اللفظ والقاموس. لاحظ معايا، دار الشعر دورته، يعني الشعر تغير، وثار اللفظ، اللفظ حتى مش يعجبه الكلام ده، والقاموس المعاجم، ثار البدو والحضر، ثار هاج تحرك، ها انتفض البدو سكان البادية والحضر سكان المدن. البحر مل من كتابته، البحر نفسه مل من نفسه، مل البحر زرقته، مل جذوعه الشجر، الشجر مل من نفسه من جذوعه، والبحر مل من لونه الأزرق، ونحن هنا كأهل الكهف. أهل الكهف دول يا أولاد شباب، مجموعة من الشباب، ما يعرف عددهم إلا الله، 3 4 5. المهم دول كانوا مؤمنين وموحدين بالله في قوم كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، بالإضافة إلى الملك بتاعهم كانوا أيضا بيعبدوا. ولما يأسوا من قومهم دخلوا كهف، تمام، وفروا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. دخلوا الكهف أنامهم الله سبحانه وتعالى 309 سنوات، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 نايمين في أهل في داخل الكهف. ويضرب بهم المثل بالأفراد اللي هم مش حاسين بالدنيا، فاقدين الوعي، يقول له أخي يعني أنت نايم، بقيت عامل زي أهل الكهف، الناس اللي بتنام كتير في البيوت ده، تلاقي كل ما يدخل عليك بابك نايم نايم نايم، لا بتروح مدرسة لا بتذاكر لا صلاة العشاء ولا المغرب ولا أي شيء، وعلى طول ماسك التليفون أو نايم كده. يقول لك يا أخي الناس بره متغيرة وأنت هنا كأهل الكهف. أهل الكهف أصبح يضرب بهم المثل في الناس اللي هم منفصلين تماما عن العالم، عايشين في الدنيا لوحدهم، أو على طول كسالى، على طول نايمين، مش مواكبين العصر. بقول بقى إحنا مش مواكبين العصر، إحنا كده عاملين زي أهل الكهف. كأهل الكهف لا علم ولا خبر. صوت واضح ولا صوت منقطع؟ واضح يا استاذ، واضح يا استاذ. طيب الشرح واضح ولا في حاجه غامضه عليكم؟ انا ببسط فاهمين بقى. كأهل الكهف عايز يقول ايه بقى؟ احنا هنا خلاص فاقدين الوعي زي اهل الكهف، لا علم ولا خبر، ما عندنا علوم ولا خبور زي اهل صلالة كده، ما في علوم ما في خبور، يعني ما عندنا علم بشيء ولا عندنا خبر بشيء، لا عارفين ان البرد والحضر صاروا، ولا إن البحر زهقان، ولا إن الشجر مل من جذوعه، ولا إن اللفظ والقاموس صاروا، مش حاسين بأي شيء، لا علم ولا خبر. أبا تمام لا تقرأ قصائدنا، بقول أبا تمام حتى قصائدنا وحشة، أوعى تقرأها، قصائد الشعراء المحدثين وأنا منهم ما تقرأهاش، أنت حاجة وإحنا حاجة تانية. لا تقرأ قصائدنا، فكل قصورنا ورق، أيوة، كل قصور ورق من الورق، وكل دموعنا حجر، الدموع حتى أصبحت متحجرة، ما فيش عاطفة، ما فيش إيه يا أولاد، ها ما في إيه، ما في عاطفة، ماشي حبايبنا. طيب مين يقرأ معاني الكلمات دي والتركيب؟ يلا، عايز بنت تقرأ؟ عايز بنت تقرأ؟ أمورة تقرأ؟ طيب ما فيش حد يقدر، ولد يقرأ؟ طيب أنا أستاذ. لا لا يا بابا اقرأ. أبو تمام الشاعر العباسي المعروف، أرملة المرأة التي مات بعلها وتبتكر تأتي بغير مألوف. تمام، فوقتنا كملي. ثأر هو هاج والمال ثور، ثار ثار وهاج والمال ثور والمضاد خمد، البدو هو سكان البادية، الحضر هو سكان المدن، أهل الكهف مجموعة من الشباب اعتزلوا قومهم داخل الكهف فأماتهم الله تعالى فترة من الزمن ثم بعثهم، ومجاهيل هي الأرض الخالية والمفرد مجهول. أحسنت يا بنت. في حد تاني يقرأ؟ يقرأ الشرح؟ حد يقرأ الشرح؟
أنا أسأل. يلا يا بابا اقرأ. يخاطب الشاعر أبا تمام الشاعر العباسي المعروف متسائلا أين شعرك المغامر المبتكر، لأن قصائدنا أصبحت أرملة وألفاظنا وصورنا كذلك، فهي راكدة لا يسير الماء على الدفاتر ولا المراكب تتحرك بالرياح. لقد ثار القاموس وملأ البحر البحر ملا وملأ ملا وما مش ملا ملا. وملأ البحر زرقه ونحن زرقته صرنا زرقته زرقته ونحن وملأ لا ونحن صرنا كأهل الكهف ونحن صرنا كأهل الكهف لا علم لنا ولا وجود لنا، فكلنا ولا مجرد مجرد صور صور وخرافة. وخرافة. صوتك رايح بعيد خالص. شوف بقى الجزئية اللي جاية دي مهمة جدا بقى. تنتمي هذه القصيدة إلى الشعر الحر أو الشعر التفعيلي الذي أصبح خاليا من القافية، ما فيش فيه قافية موحدة. إيه بقى مميزاته؟ تحرر من الوزن والقافية، عدم التقيد بعدد معين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. وعليكم السلام. ويجنح إلى استعمال الرمز، يعني يميل إلى استخدام الرمز والاهتمام بالصور الشعرية والخيال وإيحاءات الألفاظ. لغته غالبا تميل إلى السهولة في الألفاظ. هذا صف كم؟ نعم صف كم؟ تاسع. تاسع. أنت صف كام أنت؟ أنت صف كام؟ طيب العاطفة المسيطرة على الشاعر في القصيدة، تسيطر على الشاعر عاطفة الحزن لما آل إليه الشعر العربي بعد وفاة أبي تمام، فقد صار الشعر كالمرأة الأرملة التي فقدت زوجها وغلب عليها الحزن والتشاؤم. ماشي حبيبي. طيب سيب الجزئية دي كلها مش مهمة، شوف بقى بقية النص. أبا تمام إن الشعر في أعماقه سفر وإبحار إلى الآتي وكشف ليس ينتظر، ولكن جعلنا منه شيئا يشبه الزفة. عامل بقى كده زي التخبيط وخلاص كده يعني. أيوة. وإيقاعا نحاسيا يدق كأنه القدر، زي ما يكون واحد كده ماسك كده قطعة نحاس وعمال يدق عليها وخلاص، ما فيش نغمات كده. أمير الحرف، أو بيقصد أبو تمام أمير الحرف، سامحنا، بيطلب منه ان هو يسامح. شوف بقى ليه بقى طلب من الشاعر بقى ان هو يسامحه، فقد خنا جميعا مهنة الحرف، احنا خنا كلنا الشعر، مهنة الشعر، وارهقناه يعني اتعبنا الشعر بالتشطير يعني بناء البيت على شطرين، والتربيع يعني 4، والتخميس يعني على 5، وارهقناه بالوصف يعني كثرة الوصف. أبا تمام إن النار تأكلنا إحنا في خطر، وما زلنا نجادل بعضنا بعضا عن المصروف والممنوع من الصرف، يعني إحنا صرنا جدليين بس نجادل، ده ممنوع من الصرف ولا منون؟ ممنوع من الصرف ده أولاد درس في النحو، يعني الممنوع من الصرف اللي هو الاسم الذي لا ينون، الاسم الذي لا ينون، يعني في اسم ينون زي مثلا محمد زيد خالدا، تمام؟ ده اسمه ايه؟ اسمه مصروف يعني ينون. اما الممنوع من الصرف هي الاسماء التي لا تنون. ماشي يا اولاد؟ يعني شوف كلمة جميعا دي اسم مصروف يعني ينون. ايه تاني هنا منون؟ او كشف، شوف كشف منون، ايقاعا نحاسيا ده اسمه تنوين، ده اسمه ايه؟ تنوين، ده اسمه مصروف. ممنوع من الصرف يعني لا ينون، زي الأسماء اللي هي أعجمية زي جبريل وإسرافيل وجورج وميكائيل. يا أستاذ هو اسم عمر ممنوع من الصرف؟ آه عمر ده ممنوع من الصرف لا ينون، تمام. أي اسم على وزن فعل زي عمر وجحا وزحل وظفر ده لا ينون، الاسم الأخر ألف ونون زائدة زي عثمان ورمضان لا ينون، الاسم الذي على وزن
أفعل الذي مؤنثه فعل زي عطشان وعطشة وجوعان جوعة وظمآن ظمأة. الاسم العوزني أفعل مؤنثه فعلاء زي أشخر شقراء، وده بالنسبة للصفة. وأيضا العلم، العلم الأعجمي، العلم المختوم بألف ونون زائدة، العلم على وزن الفعل زي أحمد وأشرف ويزيد، تمام. وينقل، هذه اسماء أفعال، أسماء على وزن الإيه الفعل، تمام. كلمة مجاهيل نوع من الصرف برضه، احنا خدناها هنا في أول بيت. مجاهيل، كلمة مجاهيل ممنوعة من الصرف أيضا لأنه جمع تكسير. مجاهيل هي مش منونة، ما قلتش في مجاهيل، قلت في مجاهيل. ده اسم ممنوع من الصرف، اللي هو بيكون ألف بعدها 3 حروف، الحرف الوسط ساكن، زي مفاتيح وكراريس وسجاجيد وتلاميذ وغير ذلك. المهم، فهمنا يعني ايه المصروف ممنوع من الصرف؟ المصروف هو الاسم الذي ينون، زي زيد وخالد وكريم وبخيل. ممنوع من الصرف الاسم أو الصفة اللي هو لا تنون، زي عمر وعثمان، وكلمة جوعان وعطشان وعبد الله وإسرائيل، هذه كلها أعلام وصفات لا تنون. بيقول إحنا الجدليين يعني بنناقش بعضنا كده، أنت ليه خالد دي ممنوع من الصرف وأنت صرفتها وديت مصروفة ودي منعتها من الصرف، يعني ما جدليين وخلاص، مضيعين للوقت مش عمليين. أبا تمام إن الناس بالكلمات قد كفروا وبالشعراء قد كفروا، يعني الناس زهقت كمان مننا وزهقوا من اللغة بتاعتنا. لماذا الشعر حين يشيخ لا يستل سكينا وينتح؟ ليه الشعر نفسه ما يجيبش سكين بقى وينتحر ويخلص مننا؟ تمام، الشعر هنا بقى أولاد زي ما قلنا تسيطر عليه عاطفة الإيه يا أولاد، عاطفة الحزن، بما آل عليه وضع الشعر العربي، وآل إليه وضع الشعراء بهم جدليين ويرهقون الشعر بالتشطير والتربيع والتخميس والوصف. عايز أقول لك ده كله بالنسبة للمنهج الجديد بتاع تاسع مش مهم، المهم إن أنت تعرف مميزات الشعر الحر، شعر الإيه، شعر التفعيلة. ماشي حبيبي؟ طيب يعني الامتحان بيجي ازاي؟ الامتحان هيجي بالطريقة اللي انا عملتها لك في الملف ده، الكتاب الجميل اسمه البيان، البيان في تدريبات النصوص الأدبية المتحررة، وانا رفعته على جميع الجروبات وجميع المواقع مجانا لله سبحانه وتعالى وخدمة لكم، ان شاء الله ربنا ينفعكم بهذا العلم وتستفيدوا منه. عملت لكم على كل قصيدة 4 أسئلة، يعني 4 أنماط، 4 قصائد بالشكل اللي هيجي عليه الامتحان. واحنا حلينا عليه الدرس بتاع يا سماء والمتنبي والنص بتاع الرثاء، وخدنا واجب كمان عليه. النهارده هناخد بقى تطبيقات على الدرس الرابع اللي هو أبا تمام أين تكون؟ هل الشاشة انتوا شايفينها واضحة كده؟ أنا الحين نعم يا حبايبي انا عرضت لكم درس ابا تمام، الاسئله بقى اللي ممكن تيجي ازاي، طبعا مش هتتدمج، ممكن ما تجيش في الامتحان، بس انا بدربك على النمط الجديد، تمام. يعني ادي قصيده برضه لنزار قباني اسمها اقدم اعتذاري، تمام، برضه من الشعر الحر. ممكن اسالك على الايه، على خصائص في الشعر الحر انت عرفتها وفهمتها، تمام. طب ممكن نقول لك فين الرمز مثلا، تستخدم الرمز، فين الصورة الجمالية، استخدم الصورة الجمالية، استخدم مثلا تعبير جميل، ممكن يقول لك ليه الشاعر قدم اعتذاره وهكذا، تمام. ادي اسئلة النص برضه، في سؤال حفظ اهو، برضه يجي لك في سؤال ايه، سؤال حفظ. ايوه، القصيدة التانية برضه نزار قباني اسمها اطفال الحجارة، اتكلم عن الأبطال بتوع فلسطينيين اللي بيقاوموا الاحتلال الإسرائيلي وسماهم أطفال الحجارة. السؤال الثالث برضو قصيدة من الشعر الحر، شاعر مصري هو اسمه فاروق جويد، شاعر اسمه فاروق جويد. عشان أقول لك إن مش شرط يجي لك أبو تمام زي ما قلت لك أول الحصة،
يجي لك شعر حر هوت، بس الشاعر شاعر تاني. يا استاذ احنا ما درسناهوش وما نعرفش معاني الكلمات ومطن الجمال. لا، انت هيديك حاجة وهيجيب لك حاجة زي اللي انت درستها في شعر نزار قباني. السؤال الرابع اهو يا حبيبي، الرابع للشاعر بدر شاكر السياب. احنا جبنا سيرته من شوية، بدر شاكر السياب، تمام، اللي قلنا شاعرين العراقيين بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، صح؟ ممكن يجيب لك قصيدة بدر شاكر السياب أو نازك الإيه الملائكة، برضو قصيدة من الشعر الإيه الحر، ويسألك عليها مجموعة من الإيه من الأسئلة كلها سهلة جدا، ما تقلقش. وإن أنت اكتسبت حاجة كويسة جدا، إن أنت هو بدل أبو تمام بس ونزار قباني، ده أنت عرفت 4 أنماط اهوت، وسمعت عن بدر شاكر السياب وقرأت له يعني قصيدة جميلة وقلت لك قصائد جديدة همت، يعني اكتسبت مقدرة لغوية وتذوق للغة العربية، وبعدنا عنك عن نظام الحفظ والتلقين إلى نظام بقى التطبيق، بدل ما حفظك معاني الكلمات بتاعة نزار قباني وحفظك الشرح وسمع لك مواطن الجمال واقول لك مش عارف سمع الابيات من كام لكام وكله ده حفظ، لا، احنا ادينا لك مفاتيح تعرف انت تحل بيها اي سؤال تاني. تعال نشوف الشاعر هنا نزار قباني، قصيده اسمها اقدم اعتذار. يقول اقدم اعتذار، يعني بتاسف، يعني بيعتذر، يعني اكسكيوز موا، لوجهك الحزين مثل شمس اخر النهار، عن الكتابات التي كتبتها، عن الحماقات التي ارتكبتها، عن كل ما أحدثته في جسمك النقي من دمار، وكل ما أثرته حولك من غبار. أقدم اعتذاري عن كل ما كتبت من قصائد شريرة في لحظة انهياري، فالشعر يا صديقتي منفاي واحتضاري، طهارتي وعاري، ولا أريد مطلقاً أن توصمي بعاري، من أجل هذا جئت يا صديقتي أقدم اعتذاري، أقدم اعتذاري. قد إيه قصيدة جميلة ولذيذة، من أفضل طبعا هو في كلمات كده شلتها عشان مش مناسبة لسنكم، تمام، بيحب واحدة وبيعتذر لها، بيقول أقدم اعتذاري لوجهك الحزين مثل شمس آخر النهار، عن الكتابات التي كتبتها، عن الحماقات التي ارتكبتها، عن كل ما أحدثته في جسمك النقي من دمار، وكل ما أثرته حولك من غبار. أقدم اعتذاري عن كل ما كتبت من قصائد شريرة في لحظة انهيار، فالشعر يا صديقتي منفاي واحتضاري، طهارتي وعاري، ولا أريد مطلقا أن توصمي بعاري، من أجل هذا جئت يا صديقتي أقدم اعتذاري، أقدم اعتذاري. وردت في النص السابق كلمة مضادها خيرة. أهو في هنا، طبعا هي سهلة، هنا كده في كلمة عكسها خيرة، يا ترى إيه هي العكس خيرة إيه؟ ها؟ برافو، برافو، الشريرة، تمام؟ اللي قاعد معايا النهارده جديد وما عندوش الملف ده يتواصل معايا وابعته لي. اقول تاني، اللي قاعد معانا النهارده اول مره يحضر واول مره يشوف الشرح واول مره يشوف المذكره ده هي بتاعه النصوص المجانيه اللي انا عاملها موزعه مجانا مع كتاب البيان، ها، يبعت لي رساله على الواتس على الخاص وانا هبعتها له من عيون الاتنين. ولا اريد مطلقا ان توصمي بعاري، الجذر المعجمي لكلمة توصمي هو ايه؟ جذر المعجمي يعني جذر اللغوي، يعني المادة المعجمية، يعني 3 حروف بس، وصم وصم. ادي خدنا درجتين اهوت من الهوا، خدنا درجتين من الهوا، خيرة عكسها شريرة، وتوصمي مأخوذة من مادة وصام. بمن يقدم الشاعر اعتذار؟ الشاعر بيعتذر لمين هنا؟ لمين؟ لصديقته. لصديقته، صح كده؟ تمام، لصديقته، أو عايز تقول لوجهها الحزين، أو يعتذر عن الكتابات أو أي شيء، تمام. بهنا يقدم الشاعر اعتذاره لصديقته وحبيبته. لو قال لك بقى عن أي شيء يعتذر، يعتذر بقى عن كتاباته أو عن الحماقات التي ارتكبها وغير ذلك. طيب، لماذا شبه الشاعر وجه حبيبته بالشمس ساعة الغروب؟
للمكان. ليه بقى؟ بيقول لي وجه حزين مثل الشمس آخر النهار. ها هل وجهك الايه؟ الحزين. يبقى هنا يا سيدي للدلالة على الحزن، ان الشمس اخر النهار بتكون مايلة الى اللون الاحمر، مايلة الى الزوال، منكسرة بعد الشيء، مغطاة بالغيوم، يعني تميل الى الشيء من الحزن شوية. فبيشبه هنا وجهها بالشمس بس اخر النهار، مش اول النهار، مش وسط النهار، دليل على الحزن بس. دليل على ايه يا اولاد؟ دليل على الحزن. ماشي، شوف على السؤال ده يا سيدي. ما الاشياء التي ارتكبها الشاعر وقدم اعتذاره عليها؟ بيعتذر عنها. ايه الحاجات اللي هو عملها الشاعر وبيعتذر؟ ها ثالث عن الايه؟ كتبها عن الحماقات التي عن الكتابات وعن الحماقات، تمام، وعن كل ما اثره حوله من غبار، وعن ايه؟ عن الجسم النقي الذي احدثه من ايه؟ من دمار. ماشي. يعد النص السابق نموذج لشعر التفعيل. ده سؤال دوت ثابت اهو، احنا قلناه من شويه في الدرس السابق بتاع ابو تمام ونزار قباني. اذكر خصيصتين لهذا الشعر ظهرتا في النص، حاجتين مثلا استخدام الصور الشعريه المحيه، الميل الى استخدام الرمز، استخدام الالفاظ السهله والتراكيب السهله وهذه الاشياء، تمام، التحرر من الوزن والايه والقافيه، قيام السطر الشعري على وحده التفعيله او تعدد التفعيله داخل داخل القصيده، تمام. دي كلها من خصائص الشعر الحر، وتحفظوها كويس. دي بس اللي انا عايزكم تحفظوها بس. ما دلالة تكرار الشاعر أقدم اعتذار؟ يعني الشاعر قال أقدم اعتذار أكثر من مرة. التأكيد. الندم. أي التأكيد للندم على ما إيه؟ على ما فعل. عايز يقول شد حب الشاعر لمحبوبته. ده كله برضو كلام جميل. انتقل إلى الدرس الثاني أو الصف الثاني من قصيدة أطفال الحجار. قصيدة جميلة جدا زيكم كده. والبهر الدنيا وما في يدهم إلا الحجارة، وأضاءوا كالقناديل، وجاءوا كالبشارة، قاوموا وانفجروا واستشهدوا، وبقينا دببا قطبية، صفحت أجسادها ضد الحرارة، قاتلوا عنا إلى أن قتلوا، وجلسنا في مقاهينا كبساط المحارة، واحد يبحث منا عن تجارة، واحد يطلب مليارا جديدا وزواجا رابعا. آه يا جيل الخيانات، ويا جيل العمولات، ويا جيل النفايات، سوف يجتاحك مهما أبطأ التاريخ أطفال الحجارة. يلا الجذر اللغوي لكلمة التاريخ، يعني كلمة التاريخ بقاش عملت ايه؟ دي صعبة شوية بس أنا حبيت أقولها لكم، هي صعبة شوية بس انا اتعمدت اجيبها عشان تعرفوها. مين يقولها بقى؟ تاريخ. لا اراخا، جايه من اراخا، جايه من كلمه ارخ يؤرخ يعني يكتب التاريخ، ومنها كلمه مؤرخ اللي هو ال شغال مؤرخ بيكتب التاريخ. ثانيه واحده نشوف مين اللي على الباب. ماشي حبايبي، يبقى التاريخ نحفظها بقى كده. التاريخ مادة ايه؟ أعرف. أعرف، عسل. طب والقوانين؟ القوانين يعرف قوانا؟ لا قننا، جاي من قننا. ماشي يا اولاد، احفظوهم بقى الكلمتين دي كويس بقى عشان اوعى تنسوهم. التاريخ ارخى والقوانين قننة.
وأضاؤك القناديل. مفرد قناديل إيه؟ قنديل. قنديل. أنا جايب هنا المفروض أي سؤال اختياري من 4 مفردات مش 3، ولكن أنا حبيت أجيب 3 للتسهيل بس عليكم، عشان دي أول مرة تاخده من نصوص متحررة. من خصائص الشعر الحر، شوف بقى مركز على الجزئية دي إزاي. من خصائص الشعر الحر استخدام الرمز إلى ما يرمز الشاعر في قوله أطفال الحجارة، دبب قطبية. يلا أطفال الحجارة هم مين بقى؟ مين أطفال الحجارة؟ أطفال فلسطين. تمام، اللي هم الشباب المناضلين الصغار الذين يحملون الحجارة ويقاومون بها المحتل الغاصب. دبب قطبية. جميع العرب. هم الغرب. للغرب؟ لا، ما بتكلمش عن الغرب خالص، كان علينا احنا بقى المتكاسلين، احنا بقى اللي احنا ايه، العرب المتكاسلين. عاملين كده زي الدبب القطبية، دب قطبي. فهمت؟ اللي هم بقى يعني سايبين الناس دول بيموتوا في نفسهم يستشهدوا عشان خاطرنا، واحنا قاعدين مشغولين بالفلوس اهو. واحد عايز 1,000,000 جنيه، واحد عايز يتجوز الزوجة الرابعة، وواحد ايه كمان يبحث منا عن تجارة كده، يعني واحد ملخوم في التجارة، وواحد عايز 1,000,000 جديد، واحد عايز يتجوز الزوجة الرابعة. واضح كده؟ فهمتم؟ ايوه. بقينا دببا قطبيا، يعني احنا بقى مشغولين بقى مش عندناش احساس. عقد الشاعر مقارنة بين اطفال الحجارة والعرب او بعض العرب، وضح هذه المقارنة. اطفال الحجارة عمل معاهم ايه بقى؟ عملوا ايه؟ شوف، قاوموا وانفجروا واستشهدوا. ايوه. بقيت بقى الناس اللي هم مش مكافحين، تمام، شبههم بالدبب الايه يا ولاد، بالدبب الايه القطبي. ما دلالة استخدام الفعل الماضي في النص السابق؟ ليه استعمل الفعل الماضي؟ بيدل على ايه الفعل الماضي؟ الفعل الماضي التحقق. الثبوت والتحقق. المضارع بيدل على التجدد والاستمرار. يلا، ما الجمال في قول الشاعر وأضاءه كالقناديل؟ تشبيه. تشبيه صور شبهها. صور الأصغر أنفسهم اللي هم أطفال حجارة بالقناديل التي تضيء. ممتاز. أيهما تفضل؟ ده سؤال جه في الامتحانات السابقة على نص نزار قباني، بيقول له أنت بتحب إيه، الشعر الحر ولا الشعر العمودي؟ ولماذا؟ مثلا يحب الشعر لأنه مثلا لغته سهلة ويميل إلى استخدام الصور، واللي مثلا عايز الشعر العمودي يقول مثلا لأني أفهمه وأعيه ويقوم على مثلا تعدد الأغراض داخل القصيدة، أو يعتمد على الموسيقى استخدام القافية. أيوة، أو وحدة الوزن والقافية زي ما تحب يعني. يعني اللي عايز يقول الشعر الحر يذكر مبرراته، وعايز يقول الشعر العمودي يذكر مبرراته. ماشي حبايبنا. السؤال التالي عندي محاضرة في الجامعة تبدأ بعد شوية. السؤال التالت بقى تقرأوه وتحلوه في الواجب، تمام، والسؤال الرابع نفس النظام في الواجب، والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنكمل وناخد دروس النحو. ماشي حبايبنا، يعني الواجب لغاية صفحة 38. في حد عنده أي سؤال؟ لا أستاذ، جزاك الله خير. طيب خلاص، يبقى الواجب السؤال التالت والسؤال الرابع، التالت صفحة 34 لغاية 38 بس. وزي ما قلت، مش عنده الملف ده يبعت لي وانا ابعته له تاني. بس استأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.